سلامتك. صاحبي صاحبي سلامتك سلامتك ألف سلامة. تعرفوا ليش لعيمي مجعوني؟ كان الأيسي عندي منزوع وأنا بنام يعني بنام هيك بلا تياب يعني. أما التهبوا بردت والتهبوا زلايمي بس ما في شي تاني يعني الحمد لله يعني بس إنه هيك. لا تخافوا ما فيها شي بالمرة، أمورها عال العال، بس الظاهر عم تدلل علينا مو أكثر. ولا ما فيني أم الرص. شو اسمها؟ لاتا. لاتا؟ كتير خرج لاتا. لأنه ظهري عم يجاني عم موت من الوجع. والله ظهرك ليش عم يجعك الله أعلم. لأنه ظهري عم يجاني عم موت من الوجع. ايه الله يسامحك ذكرتيني كنت نسيان. أمي أمي أعطيني كمان حبة 500. أمي قال الدكتور كثير منيح. مو رايقة ايه عرفت ماني واعي وهيك مزاجي معطر من المساحة. قلبك اصوات؟ لا ابدا كورونا. لا عجب ما في كورونا الحمد لله ما في شي عملت فحص. الحقيقة يا تحاليلك مو كتير مزبوطة، هاي السكري مرتفع شوي والكوليسترول مرتفع كتير. بس ما خاصة ليكم مش كمان انا ما بروح ولا بيجي انا مضلني ببيتي يعني ما بلقت كورونا واصلا انا دمي او نيجاتيف ومناعتي كتير قوية ما بتلقت كورونا ابدا يعني واصلا انا لا بروح ولا بيجي. اما على قلبك شر ان شاء الله عم تدلل علينا سوريا خانو ما هيك. بس انا اللي اكلتها بخعة انه انا باسبوري خلص مدته شهريته يعني مش شهريته شو بقوله مدته يعني وانا كنت عملته على 5 سنين للباسبور وما عاد في باسبور ما عاد عندي باسبور هلا عرفتوا كيف سوي كتير معصبة وهيك وهلا عنا بلبنان كلهم سكر وهيك ما بعرف شو بدي اقول. الحياة في عنا أوضة هنا فاضية فيها شوية مونة هلا بنعزل عزليها أهلا وسهلا فيكي بهالأوضة. يعني الله يفرج علي ويفرج على الجميع والله يخلصنا من كورونا ونرتاح بقى. بس أطول واحد يقول ألف حمد لله على كل شيء إنه بعدنا صحتنا منيحة. ولك له يا جاري شو عم تحكي أنت كأنك مقطوع من شجرة يا عيب الشوم علي بيح بيح عليك.